أجهزة التلفزيون الذكية وأجهزة الهاتف المحمول والكمبيوتر الشخصي هي أدوات تجسس أكثر منها أدوات مساعدة لك وحافظة لخصوصيتك كما تظن. تقرير ونعود. في فيلم عدو الدولة Enemy of the State يضطر ويل سميث أن يتخلى عن كل ملابسه ليتخلص من متابعة الاستخبارات له. هذا كان في عام 1998، لكن وبحسب تسريبات ويكيليكس لا تحتاج السلطات الآن لزرع أجهزة البث في الحذاء أو الموبايل أو الساعة. بكل بساطة كل الأجهزة الإلكترونية باتت تتجسس علينا وتنقل حركاتنا وصورنا وكلامنا وحتى همساتنا. كلمة أخرى، أخ أكبر لكن إنترنت. بسبب ما يبدو أنها حرب باردة بنسختها الجديدة بين روسيا وأمريكا، بدأ كلا البلدان بنشر فضائح الطرف الآخر، تدخلات روسية في الانتخابات الأمريكية والأوروبية وجهود مخابراتية وإعلامية لدعم موجة اليمين الأوروبي المتطرف. من جانبها ردت روسيا عبر ذراعها الويكيليكسي بكشف أساليب التجسس على الجميع التي تستخدمها CIA. بعيداً عن حرب الفضائح بين الدولتين وتحديد الصحيح منها والمبالغ، نلاحظ أن أي منهما لم يحاول إنكار التسريبات أو تبريره وكأنه حق لهما. اعتادت الحكومات أن تضع نشاطاتها الاستخباراتية وتدخلها في الدول الأخرى تحت بند حماية الأمن القومي والحرب على الإرهاب، لكن هل يبرر ذلك استسهال انتهاك خصوصية البشر والتلاعب بأمزجة الشعوب؟ يقال إن التقدم العلمي في القرن الماضي أنتج هذا الرعب. فهل تقدم علوم الاتصالات ستنتج نسخة حديثة من دولة الأخ الأكبر لكنها أشد رعباً من تلك التي تخيلها جورج أوريل عام 1949؟ أهلا وسهلا فيك عمر. أهلا وسهلا غسان. غسان، اليوم موضوعنا عن التجسس ويعني الملف الأخير عن CIA والتجسس على الناس والتنصت على المكالمات واختراق الأجهزة الذكية بشكل عام، إن كان هاتف ولا تلفزيون، هاتف محمول طبعا أو حتى الأجهزة اللابتوب الشخصية. اليوم التجسس على الناس والتنصت، هل هو مبرر الإرهاب أو الأمن القومي أو حماية أمن الدول؟ هل هو مبرر للتجسس على الناس؟ شوف، يعني في سبيل حماية أمن أي بلد كل شيء مشروع، يقولون كل شيء مباح، لكن موضوع انتهاك الخصوصية بهذه الطريقة، يعني خصوصا بعد طفرة الأجهزة الذكية بعد 2000 تقريبا، يعني اللابتوب كل بيت صار في كمبيوتر، ولاحقا الهواتف الذكية السمارت فون صارت طفرة موجودة يعني بكل بيت، في 4 أو 5 أجهزة على الأقل بين آيباد وسمارت فون، تليفون ذكي أو حتى شاشة ذكية، وكل هذه الأجهزة متصلة بالإنترنت، أي أنك عرضة للمراقبة على مدار 24 ساعة. وفي شغلة كتير مهمة أغلب الناس ما بتنتبه لها، أنه أي حد عم يستخدم هاي الأدوات وتطبيقاتها أنت بشكل مسبق عم توافق على شروط، كلنا نعطي موافق لما بشتري موبايل جديد، طبعا بكون في شروط شيء 30 صفحه لو بقراهم بالانجليزي واحيانا بالعربي، لكن ضمن هاي انه انا عم بعطيهم الاذن لحتى يتنصتوا علي، لحتى يستخدموا حتى الصور حتى الفيديوز اللي انا عم بستخدمها بهي الجهاز، بهذا الجهاز اللي بين ايدي سواء ايباد او تليفون. هذا كله حقيقه عم موضوع الخصوصيه تقريبا مع طفره الهواتف الذكيه انتهت. هلا موضوع المراقبه هون موضوع نسبي، يعني أنا بعد ليش مع طفرة؟ هل نفترض أنه نحن هذا فقط موجود عند CIA بالولايات المتحدة، فقط موجود بهذه المرحلة، ولا هو موجود من زمان لكن لم يكشف؟ هو يعني موضوع التجسس موجود دائما، وفي استثمار الاستثمار الأفضل للتكنولوجيا بداية بموضوع التجسس، يعني بالنهاية التجسس هي نوع أنواع الحرب وشيء قديم يعني، لكن يعني مع وجود الطفرة في فرق بين التجسس وانتهاك الخصوصية، هن من عندهم من زاويتهم بيشوفوا وحدة، أنا وأنت بنشوف انتهاك الخصوصية بس هن بيشوفوا وحدة، يعني تحت بند حماية الأمن القومي، تحت بند حماية الإرهاب، محاربة الإرهاب، أنا ممكن أراقبك عن طريق شاشة تلفزيونك أو كمبيوترك هاتفك المحمول 24 ساعة إذا أنت كنت بالنسبة لي شخص خطر أو مكان شبهة. لكن اليوم الحديث عن 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 مو بس السيئة عن حتى كل الناس، يعني مو فقط المحلية. عن أشخاص معينين يتم مراقبتهم، يتم الحديث عن مراقبة كل الناس. خلينا ننتقل لعمر. عمر عنده وجهة نظر كنا عم نحكي فيها قبل الحلقة، أنه أحسن ما ياخذوه يعذبوه مثل عنا في المعتقلات، فعم باخذ المعلومات أنا بشكل لطيف. إذا اعتبرنا أنه هوس الاستخبارات الأساسي والأنظمة الحاكمة هي التجسس على البشر، تعرف كل إنسان شو عم يساوي، شو عم يحكي، شو عم يخطط، شو كذا، التطور قطاع الاتصالات وتطور التكنولوجيا أمن لهم
شيء يشبه تحقيق الحلم. يعني انت لما تكون بامكانك انك تراقب كل الناس بدولتك بكل لحظاتهم، فهذا هو هوس وهن قربوا اتجاهه. هلا لما عاده من قبل مثلا بسوريا ما قبل الثوره كان انت كان تعرف كانوا الناس يحكوا انه فلان مخابرات فلان مخابرات، يعني انت بالاخير محاصر بالمخابرات، فكانوا يستعيضوا عن هاي القصه بهذا الموضوع لما يتم الاعتقال، لما يتم الضرب، لما يتم التعذيب عشان استخلاص المعلومات. طبعا يعني هي على سبيل المزاح انه هلا انا الاستخبارات عم توصل للمعلومات من دون ما انا من دون ما الانسان يتعرض للضرب او لكذا، لكن بالمقابل كمان فكره انك انت مراقب، فكره انه طيب عمر بدي اسالك لاي درجه ممكن يختلف تصرف الشخص فيما اذا كان اليوم بعد ما فتحت هي القضيه خلينا نقول وكشفت للراي العام بعد تسريبات سي اي اي، هل ستختلف طريقة تعامل الأشخاص مع الأجهزة الذكية ولا أنه يمكن فترة وتعدي وترجع الناس لما كانت عليه سابقا؟ لا هلا لما فتحت القضية لما بتصير قصص عم تطلع، لما بصير الإعلام يركز على أشخاص عم يتم اعتقالهم، أشخاص عم يتم التحقيق معهم، أشخاص بالمحاكم عم تنطرح عليهم سجلات مكالمات أو إيميلات بعتينا أو هالقصص هي، بتبلش الناس بتفكر بالموضوع. هلا نحن ما قبل ما يسرب ويكيليكس قصة السي آي إي نحن نفسنا كنا لما عم نشتغل على الفيسبوك لما تكتب الكلمات تفكر في كلمات معينه ما كنا نستخدمهم. ليه؟ لانه نقول انه احنا هلا نحن مراقبين، فهي الكلمه اذا استخدمتها بجوز تاثر علي، بجوز لاقي المخابرات على بيتي. فكان في شيء اللي هو اسمه الرقيب الذاتي. هلا مع انك لما توصل هلا نحن نعرف انه بكل لحظاتي انا مراقب، بصير هذا الرقيب الذاتي حتى مثل ما بيقولوا يعني الاخ الاكبر اللي عم يراقبني، بصير انا نفسي عم راقب نفسي. فبصير لما بكون بصير حذر بإيميلاتي، حذر بمكالماتي الهاتفية، حذر بشغلي على الإنترنت، لأنني حاسس إنه أنا طول الوقت مراقب. هذا بيشبه النظام اللي يمكن التأمين الاجتماعي اللي عم تشتغل فيه الصين إلى حد ما. الخرافي الصين، يعني إنه بده مثل ما حكينا الهوس إنه يصير المواطن الصيني طول الوقت كيف ما تحرك كيف ما عمل في لك نقاط إيجابية ونقاط سلبية، فكل ما عملت شيء بيخدم الحكومة بتاخذ نقطة إيجابية، كل ما عملت شيء بيعاكس الحكومة على مبدأ موظف جيد وموظف سيء. ايه بتاخذ أقل. بس هون الكل، يعني كل الناس مو بس الموظفين، كل البشر ضمن هذا النظام، شيء مرعب. طيب غسان بدي أسألك أنا اليوم، هي المراقبة أو التجسس لأي درجة بيقيد حرية الشخص؟ شوف هلا موضوع هوس السيطرة والمراقبة هذا يعني مشروع بين قوسين لكل أنظمة الحكم، هذا شيء طبيعي. يعني مشروع مفهوم القوة، يعني بالنهاية الدولة بالأساس الدولة هي إن هي تحتكر القوة تجاه المجتمع، هي تحتكرها بس مو تبيح استخدامها في أوقات معينة، لكن تكون هي متمتلك القوة. هذا أساس، يعني أساس نشوء الدول إن هي تحتكر العنف والسلطة. من ضمن موضوع السلطة موضوع الاستخبارات، ومن ضمن المراقبة. أنا بس في نقطة يعني استقبال الفقرة السابقة، في شيء مهم كثير حتى بالموضوع، مو بس تجسس الدول، الدول تجسست علينا من خلال هي الاجهزه، وموضوع تجاوز في صار انت مباح كمستهلك. يعني سوق اعلانات الان قائم بحد ذاته على موضوع التنصت عبر جهاز الهاتف الذكي. يعني هلا نحن من خلال حديثنا هذا كل واحد فينا عنده تليفون ذكي، ممكن نخلص تسجيل الحلقه يطلع لنا اعلانات عن شركات انظمه حمايه من التجسس والمراقبه. ما تستغرب لانه انت بالاساس وانا وعمر عاطين اذن لهي الشركات انها تتنصت على حديثنا، وبالنهايه انت بتشوف اعلانات، عم تجيك اعلانات لحديث انت كنت من خمس دقائق عم تجيه مع صديق. هذا الموضوع يعني صارت مستباحه الخصوصيه منتهكه بحد لا يمكن تصوره. طيب الشركات لاي درجه بتحمل مسؤوليه غسان بهذا الاطار، ان كان الشركات مشغله ولا الانظمه؟ الشركات جشعه، بهم المال، بهم المصاري. يعني شركات تبيع اعلانات، لا يمكن مقاضاتها؟ لا يمكن مقاضاتها، انت عم توافق بالاساس، انت عم موافق. هن قانونيا كثير حامين حالهم. انت جرب اشتري موبايل جديد بيعطيك، وجرب تقرا شروط استخدام ما بتشغل الموبايل، بتقول له ما بدي هاتف ذكي. بالمقابل ما في حدا فينا هلا بيقدر يعيش بلا تليفون ذكي. يعني انا بدي نروح على مكان نستخدم خرائط جوجل. طب فينا نقول اليوم هاي الاجهزه الذكيه اليوم اصبحت مقيده للشخص بدل ان تكون يعني طريق للابداع وطريق لمساعدته؟ انا بشوفها موضوع مصلحه. يعني بالنهايه انت عم بيعطوك جهاز بايدك فيه تقنيه كثير عاليه مو ببلاش. يعني اي شيء طبيعي صناعي يخترع او تقنيه جديده تكنولوجيه دائما عنده ثلاث مسارات. اول شيء مسار عسكري استخباراتي، ثاني شيء مسار صناعي، ثالث شيء مسار للجمهور للعموم.
فانا انت لما عم يحطوا لك تقنيه بين ايدك فائقه الدقه وفائقه التطور مو طبعا لا يمكن تتخلى عنها، لا يمكن الا تستخدمها. ثمان بخس انت بالنهايه ب 50 ليره انترنت يعني بالشهر كله تستخدم كل هالميزات. بالنهايه هن بدهم مقابل هذا الشيء، بده يبيعوا على ناب، بجسوا عليك، عندهم هدف كثير كبير اهم من انه موضوع والله تسهيل حياتك، بهمهم سهل حياتك لكن هن بهمهم اكثر يراقبوك. عمر اليوم عم يحكي غسان انه ما انت بالاساس وافقت على يعني ما يمكن تسميته التجسس عليك، شو رأيك؟ هلأ أنت هلأ هذا الأمر متاح للشركات أنه هلأ هو طبعاً بالأخير أنه في عندك عطول مستويين، المستوى أنه أنا أخي كاتب لك كل شيء مو مشكلتي إذا أنت ما قريت ووقعت قبل ما تقرأ. المستوى الثاني المستوى العملي، أنت كاتب كل شيء بلغة، أول شيء لغة علمية، اثنين لغة معقدة ونص طويل، إذا كنت فعلاً بدك تنبهني شو بترتب على توقيعي لازم تقلي. طب عمر في حال انت اليوم كانت مكتوب بلغة واضحة وبسيطة ونص مختصر وباللغة العربية، ايه؟ هل توافق ولا لا؟ متفق بس ما رح 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 تمنع من استخدام هاي التكنولوجيا والاستفادة منها. بالنهاية انت هن مثل ما قلت عم يحطوا لك مقابل انك انت تستخدم الموبايل او تستخدم الانترنت او لكن بالنهاية حتى لو موجود هذا عمر ليس مقابل. مبرر للشركات تبيع هاي المعلومات أو تتعاون مع الاستخبارات لا تخترق خصوصيتك وحريتك. من ناحية إنه الحرمة هذا الشيء ممنوع لأنه أساساً أنت نحن ما اكتشفنا أو ما طلع على العلن بشكل واضح. يعني هاي ترقى لمستوى فضائح غصان. إيه؟ مجرد إنه أنت موصول بالإنترنت فأنت عرضة للاختراق. هذا موضوع يعني بيخلينا نتذكر رواية جورج أوريل يعني موضوع الأخ الأكبر. لكن هلأ هذه كانت رواية خيالية، هلأ عم يطبق بشكل عملي واضح. أنا عندي شاشة، كلنا عندنا شاشة بالبيت، تلفزيون، عندنا آيباد، ما في آيباد بس أكيد في تليفون. ما حدا معه. هل كان جورج على اطلاع ولا سيايا استفادت منه؟ أنا بعتقد موضوع يعني كان استقراء لموضوع التكنولوجيا، وبالنهاية هوس المراقبة والسلطة والتملك هذا طبيعي لدى كل أجهزة لدى قوى السلطة على مر العصور. كل اللي صار هلا انه هي السلطة الموجودة عم تستغل التكنولوجيا بالحد الأقصى، يعني هن ما بيعطوك كل الخدمات ببلاش هيك لله بالله، تدفع 50 دولار بالشهر، 50 ليرة بالشهر، 10 دولار حتى تستخدم كل هالميزات مجانا، لا هن بدي يراقبوك، بدي يبيعوك إعلانات، بدهم. طب غسان البعض بيقول وين المشكلة؟ انه خليهم يفوتوا، ما انا في تساهل بهذا الموضوع، انه خليهم يراقب مقابل انا ما عم بعمل شيء يهدد الامن القومي، وفي كثير تساهل، هل هذا صحيح؟ لا مو صحيح، ثاني شغلة أساسية، حتى موضوع انه أحيانا نستخدم موضوع حماية برامج أو شيء، يعني شفنا تسريبات لما هن تقصدوا يوجهوا رسالة لبشار الأسد سربوا له بعض الإيميلات من بعض عشيقات وبعض النساء اللي كانت تواصل معهم، إذا طلعت ذكروها ببداية 2012، رغم هذا معنى وأكيد هو عنده أنظمة حماية أكيد، يعني بالنهاية هي إيميلات رئيس دولة تمام، لكن رغم كلها هم يستطيعوا مراقبتها. شوف في تصريح لافت أنا نسيت اسم المسؤول بس خرج بالألفين لمسؤول أمريكي بالاستخبارات، قال نحن الآن رسميا نستطيع مراقبة كل خطوط الهاتف في العالم، ولدينا أقمار صناعية تستطيع قراءة جريدة موجودة لدى يد رجل موجود في الحديقة. هاي بالألفين، فتتخيل 2017 قديش صار في تطور تكنولوجي. بالألفين قال نحن الآن نراقب كل أجهزة الهاتف. أيوة على الأرض. خلينا ننهي مع عمر، فموضوع الإيميلات مراقبتها أسهل. شبه انتهى. يقول أنا على أرض الواقع أمريكا من ما قبل 2001 وهجمات أيلول كانت فايتة بهذا المود مراقبة، يعني مراقبة البشر ومراقبة التجسس، وخارج أمريكا طبعا كله بحجة الإرهاب ومقاومة الإرهاب. عمليا هن كل ما طلع مسؤول من CIA أو من الإدارة الأمريكية بيقول لك أحبطنا مئات، طبعا ولا مرة بيحدد شو هي المئات أو أنه فلان أو فلان أو فلان، بس بيكتفي بكلمة مئات العمليات الإرهابية. لكن هن نحن بنشوف الآثار الحقيقية لهي التجسس بالشق الاقتصادي، شق تجسس على الدول، على المسؤولين، عم تجسسوا على المسؤولين الأوروبيين كانوا. لكن يبدو رغم عمر رغم كل هذا الأمر الناس لن تتخلى عن استخدام هذه التقنيات وحتى هي المسؤولين. هي تستمر هاي الحرب تستمر. أنت تتحايل. يبدو طريقة التأقلم معه هو الأكثر. هلا الناس تتحايل، الناس تتحايل، بتصير المستخدم يتحايل على الرقيب عليه مشان يهرب من رقابته، مشان انه يحاول يخدعه يموه عليه حاله. عمر بدي اتشكر وجودك معنا، يعطيك العافيه غسان، شكرا كثير لك. جيب موبايلك يعطيك العافيه.